هالقصيدة بهديها لروح الشاعر المرحوم إلي أبو سديد. مثل الصخر بتكون يا إنسان، ومثل الورق بتصيبك الرعشي، كل الخليقة الخالقة الديان، تراب رجع تراب وتراب عم يمشي. خاف ربك لا تخاف الناس، شو بتنفعك هالأبها دخلك، وانت لو بتدوق مر الكاس بتصير تضحك عازغر عقلك. تيابك جديدي وجسمك موسخ وشكلك حلو من بعيد يا إنسان، محتال انت وعقلك ملطخ بأشياء بعد ما بيعرفها الشيطان. لا تركع تصلي لإله الكون، ومليان قلبك بالحقد عالناس، وظلمك إذا بتظلم يا رب العون بتذبح طفل من شان تشرب كاس. مشكل صلاة بتطلعك لفوق، حتى ولو صليت ليل نهار، وشو نفعك تصلي بقلة ذوق وعيون عم تقدح لهيب ونار.